الأساطير لا تموت أبدا. بهذا العنوان دشنت تويوتا أيقونتها الجديدة لاند كروزر برادو موديل 2024 في أمريكا والأسواق العالمية. لكن ماذا تعرفون عن لاند كروزر؟ الروايات تقول إن الجيش الياباني عندما احتل الفلبين عثر على سيارة جيب أمريكية فقام بإرسالها لبلاده لصناعة سيارة مشابهة لها تماما. ورواية أخرى قالت إن الولايات المتحدة كلفت اليابان بإنشاء 100 سيارة عسكرية مشابهة لمركبة جيب لاستعمالها بشكل طارئ في إحدى حروب القرن الماضي. ويعود تاريخ أول سيارة أنتجتها تويوتا بعلامة لاند كروزر إلى عام 1954، واستغرق تصميمها قرابة 3 سنوات. واحتاجت تويوتا لنحو 4 سنوات أخرى لطرح السيارة الشهيرة في الأسواق الأمريكية، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الصانعة اليابانية باعت نحو 11 مليون سيارة من مختلف فئات أيقونة دفعها الرباعية في 170 بلداً حول العالم.